وزلنا بنعيش اجواء الفرحه مع نجومنا الكبار. تعالوا بقى نروح نشوف ياسر ابراهيم وقال ايه بعد المباراه. الحمد لله طبعا على نعمه ربنا، طبعا بشكر ربنا واحمد فضله. بطوله مهمه طبعا تضاف للسي في بتاعنا وتتحط في دولاب النادي الاهلي. طبعا الحمد لله اللعيبه كلها كانت رجاله وعلى قلب راجل واحد، مش فارقه مين يقعد مين يلعب، من في الملعب من بره، حبيبي يا كندوسي مين في الملعب مين بره. الحمد لله يعني احنا كلنا دايما مع بعض كده، هي دي روح الفريق ودي اللي بيجيب البطولات. اللعيبه كلها اخوات واصحاب ومتربيين مع بعض من صغرنا، فالحمد لله ان ربنا بيوفقنا في البطولات ديت، وباذن الله نركز في اللي جاي. يعني ده نفرح النهارده وننبسط ونقفل ونركز في افريقيا ان شاء الله. الناس ما تعرفش معلومه، ياسر ابراهيم لما بيخلص اي ماتش احنا بنشوف ما معاك في السفرات وكده، بتبقى قاعد في الطياره فاتح الماتش وبتتفرج وبتحب تشوف انت ايه الحاجات الصح وايه الحاجات الغلط اللي انت عملتها. يمكن لازم نوضح للناس الموضوع ده، كمان فخري بيقول لك عشان ما فيش نت. لا ازاي، ما احنا بنبقى محملين طبعا لازم تتفرج على الايجابيات وعلى السلبيات وتطور وتحسن من الايجابيات بتاعتك، والسلبيات بتاعتك برضو تشتغل عليها وتحسنها وتطورها. لا مش معايا، هي دي لازم تطور من نفسك. كابتن خالد طبعا النهارده صاحب الاسيست بتاع البنالتي، مبروك يا كابتن خالد على الاسيست اللي انت عملته الكهرباء للبنالتي، مبروك يا كابتن. ماتش كبير اخويا خالد ده. انا اللي مربيه، كان بيلعب معايا في سموحه لسه. هو لسه ناشئ. انت هتيجي كده؟ فلا الحمد لله طبعا مبروك، ببارك لجمهور النادي الاهلي وببارك للعيبه كلها الرجاله والجهاز الفني ومجلس الاداره والعمال كلهم والجهاز الطبي، بقول لهم مبروك باذن الله ومزيد من البطولات. ببارك لمتولي بقى. لا متولي ده خضنا عليه بصراحه، يعني الواحد نازل مبسوط، الفرحه راحت شويه، كنا مخضوضين عليه جدا. طبعا طبعا، بس لا ده اخ يعني، فربنا يا رب يطمنا عليه وبقى كويس الحمد لله يعني اهو، وان شاء الله ربنا يكرمنا مع بعض الفتره الجايه ان شاء الله. ألف مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي، تسلم.